السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم بغيت نشارككم واحد الجولة في المنطقة اللي أنا ساكنة فيها. إن شاء الله تعجبكم هذه الجولة. مناظر طبيعية خلابة، ونتمنى من كل واحد كي يروح الجولة ما يخليش الأوساخ وراه، وينظف المكان اللي يكون فيه حتى نحافظوا على البيئة نتاعنا وعلى المنظر الجميل، وفرجة ممتعة إن شاء الله.